لك الكريسماس على التلفزيون. عايز على فريق لبس اهو. اوليد ورد عايز كريم بقى يسجل. لا 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 اتطورت الحيوان. نادي فيه اقبال على زينه راس السنه والكريسماس ولا لا؟ هو لسه برضه عشان لسه ما دخلش راس السنه قبلها ب 10 ايام ممكن يبقى فيه شغل، بس حاليا السوق مش قوي. والله هو الاقبال ضعيف شويه بس هو من غلو الاسعار يعني. والله يعني هو الحال ماشي يعني، في بعض الناس بتاخد، اللي عايز يفرح بيفرح نفسه وبياخد اللي هو عايزه. اخبار الاسعار ايه السنه دي؟ الاسعار هي هي يعني في المتناول برضه. اللي معاه 5 جنيه ياخد واللي معاه 10 جنيه. الترفور ده ب 10 جنيه الواحد. بابا نويل ده ب 20 جنيه. بابا نويل ده ب 60 جنيه، ده ب 50 جنيه. في حاجات منه ب 35، كذا مقاس يعني. وفي بقى اللي عبديت ب 15 جنيه الكيس الصغير ده. ب 10 جنيه ده. فالحاجات دي كلها من سنتين كنا بنبيع الكيس ب 3 جنيه ونص، ب 2 جنيه ونص. الكيس اللي هو عامل ب 2 جنيه ونص بقى يتباع ب 10 جنيه وب 15، فالاسعار بقت اوفر قوي. مين الناس اللي بتيجي تشتري منه؟ اللي عنده عيد ميلاد بياخد حاجات لعيد الميلاد، بتوع الكريسماس برضه بياخدوا حاجات، بس الموسم مش قد كده يعني بالنسبه للكريسماس وكده. كله بيشتري الزينه، ده عيد على الكل. جديده نزلت عندك السنه دي؟ بينزلوا حاجات جديده بس يعني طبعا الجديد كله بيبقى الاغلبيه مصري معمول هنا عشان التكلفه تبقى اقل شويه، تقدر الزبون يشتريها وكده، لان الحاجات المستورده بقت الطاقه 10، الحاجه اللي كنا بنجيبها ب 5 جنيه بقت ب 50 جنيه جمله، فطبعا هنبيع بكام؟ والله الاسعار في الرافع مش نازله، يعني الاسعار مرتفعه كلها بسبب الاستيراد وكده. يلا يا جدعان. هي دي الناس اللي بتشتغل.